سائل آخر يقول: ما رأيكم في تفسير الظلال لسيد قطب، وهل هو من المراجع العلمية؟ الحمد لله، عندنا ما يغنينا من التفاسير، تفاسير الأئمة، التفاسير العلمية، تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي، تفاسير المعروفة المشهورة. لسنا بحاجة إلى التفاسير المعاصرة التي إن كان فيها شيء من الخير فهو موجود في الكتب القديمة، وإن كان فيها مخالفات فنحن لا نقبلها. فأن تعرض ما في تفسير ظلال القرآن على التفاسير السابقة، تفاسير السلف، فإن وافقها فهو صحيح، وإن خالفها اتركه. نعم، المقياس تفاسير السلف القديمة، هذه هي المقياس.